قالت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر نتيجة التوترات الجيوسياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلبا على تدفقات التجارة العالمية. نتعرف إلى أبرز العواقب الاقتصادية لتوترات البحر الأحمر في هذا التقرير، نتابع. أصبحت تداعيات هجمات جماعة الحوثيين على السفن التي تعبر البحر الأحمر واضحة، وخصوصا على الاقتصاد والتجارة العالمية، حيث أدت تحويلات السفن إلى طرق أطول إلى زيادة تكاليف الوقود والعمالة مع تقليل متوسط كمية حركة البضائع التي تصل إلى وجهتها. وتضررت إيرادات قناة السويس المصرية كذلك بسبب تحويل مسار السفن، حيث أظهرت بيانات اعتبارا من 12 من يناير الجاري انخفاض الإيرادات بنسبة 40% مقارنة بمستويات الشهر نفسه من العام الفائت، وشهدت تكاليف شحن البضائع في البحر الأحمر زيادة مستمرة في الأسعار، حيث قفزت أسعار الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة من 1985 دولارا لكل 40 قدما من السفينة إلى 3860 دولارا بين منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي في أواخر يناير الحالي، انخفض المتوسط المتحرك لممرات باب المندب لمدة 7 أيام إلى 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لموانئ أسياد. دكتور أحمد، أهلا بك معنا في دائرة الشرق. أبدأ معك من تقرير ستاندرد أند بورز الذي يتحدث عن تأثير سلبي للتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر على تدفقات التجارة العالمية. ما حجم هذا التأثير حتى الآن وفقا لقراءتك، وما المتوقع، يعني كيف سيتطور؟ نعم، طبعا الوضع في البحر الأحمر يشهد توتر، وحركة الملاحة البحرية وحركة الشحن تتأثر دائما بكثير من المتغيرات حول العالم، وقد شاهدنا في السابق تأثر حركة الملاحة بشكل كبير بسبب باخرة فقط اللي هي ايفر جيفن، 6 أيام فقط واستمرت، وطبعا تداعياتها استمرت لفترة من الزمن. ما يحدث الآن طبعا هو وضع أكبر، والأسابيع تمر وحركة الشحن البحري أمام موقف اتخاذ قرار. القرارات طبعا تكمن في إيجاد سبيل مختلف، مثل ما نعرف طبعا كثير من شركات الشحن الكبيرة أعلنت توقفها عن المرور في البحر الأحمر بسبب هذه الأوضاع، ولكن القرار المباشر لم يكن فقط بالمرور حول رأس الرجاء الصالح، وإنما ما زالت خطوط الشحن العالمية تبحث عن الكثير من الطرق المختلفة، وذلك لمواصلة ربط تجارة الشرق بالغرب والعكس صحيح. قبل أن نتحدث عن هذه القرارات التي يمكن أن تتخذ، الموانئ المنطقة تحديدا، ما هي التداعيات أو أخطر التداعيات التي يمكن أن نقرأها أو نتابعها في أو خلال الأشهر المقبلة لهذه التوترات على موانئ؟ نعم، طبعا التداعيات في البداية تبدأ على الشحن البحري، ومن ثم بعض الموانئ سوف تتأثر مباشرة، طبعا الموانئ الموجودة في البحر الأحمر، وهناك موانئ أخرى ستحل محلها بشكل مؤقت. النقل البحري حاليا يجب أن يربط أوروبا وكندا وأمريكا بالشرق الأقصى، وكذلك طبعا مرورا بمنطقتنا هنا 30% من حركة شحن الحاويات كانت تمر عن طريق البحر الأحمر، نتكلم عن نسبة ضخمة جدا من الشحن العالمي. حاليا ستتوقف موانئ عن العمل بشكل تام؟ بعض الموانئ لن تتوقف بشكل تام، ولكن في بعض الموانئ راح تكون فيها انخفاض. هناك موانئ تعمل إعادة التصدير، هناك موانئ تعمل لربط الشرق بالغرب. البضاعة التي تنزل في بعض الموانئ ليست لتلك الدول، وإنما تتجه إلى الغرب، وتكون عمليات المناولة فيها طبعا داعمة لهذا. كثير من خطوط الشحن قررت أن تمر برأس الرجاء الصالح، وبالتالي ما تشهده موانئ جنوب أفريقيا حاليا من ازدحام هائل، يعني حركة السفن التي تقف، وذلك لاتخاذ يعني بعض يعني قرارات بما يخص المؤونة والتزود وغيرها صار كبير جدا يفوق قدرة هذه الموانئ. موانئ أخرى ظهرت على الساحة وهي كشكل من الحل، طبعا
الميناء بنفسه ما ممكن يعمل أي تغيير، وإنما كان تواجد هذا الميناء وأيضا وجود خطوط ربط ما تسمى بالفيدر وتعوض عن حركة السفن في البحر الأحمر. نعم، طيب كنت تتحدث عن القرارات، يعني نحن ننتظر بالفعل القرارات التي ستحتوي هذه الأزمة. رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست المحامي ساندرز كان يقول أنه يجب مراجعة عقود الشحن والتأمين على الناقلات البحرية من قبل جميع الأطراف. عن أي تحديثات نتحدث هنا التي يمكن يعني أن يتم تطبيقها على عقود الشحن والتأمين؟ طبعا ما زالت العديد من السفن أو ما زالت السفن تمر عن طريق البحر الأحمر، وبالتالي بوليصة التأمين ارتفعت. أيضا السفن هذه تدار من قبل طاقم، الطاقم له قرار الموافقة في المرور أو عدم المرور، وبالتالي هذا أدى إلى رفع أسعار الشحن للسفن التي تمر عن طريق البحر الأحمر. أما السفن التي اتخذت الطريق الآخر فنعرف أنه الأثر أكثر من 25% من ناحية الوقت وأيضا الكلفة، وهذه الكلفة طبعا تذهب مباشرة إلى المستهلك في النهاية. هل ترى يعني أن ما يدعو إليه رئيس قسم التحكيم الدولي في هذه الشركة ويعني يجب أن تذهب إليه الشركات؟ ليس هناك ما يجب على الشركة أن تتخذه. في شركات طبعا ترى أنه لا ضير من المرور خلال البحر الأحمر فهي غير مهددة، وبالتالي فهي ما زالت تستمر. هذا لا يعني أنه لا يرفع كلفة التأمين، سترتفع سعر الحاوية سترتفع، وبالتالي لها ذلك القرار. الشركات الأخرى التي اتخذت قرار عدم المخاطرة وبالتالي المرور حول القرن الأفريقي لها ذلك القرار، ولكن له تبعات. تأخر السفن 10 أيام، ما يقارب من 10 أيام، ليس فقط تأخر في توصيل تلك البضاعة 10 أيام، وإنما يحدث هناك تراكم في خطوط الشحن البحري، ويتبعه أيضا تراكم في الحاويات الفارغة، وهذا سيؤدي إلى خلال يعني أشهر معدودة إلى أزمة في أسعار المواد، وخاصة في القارة الأوروبية وفي الجانب الغربي. تم الإشارة إلى مصطلح القوة القاهرة، ما تعريف هذا المصطلح وما الإجراءات المرتبطة به؟ طبعا الحروب مثلا هي قوة قاهرة، هي خارجة عن إرادة المستهلك وشركة الشحن وأيضا الميناء، ولكن هذا لا يغير في أن كلفة الشحن ترتفع، ولا يغير أيضا في واقع أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يؤدي إلى ارتفاع السلع في المستقبل القريب. عندما تفرض القوة القاهرة كالذي يحدث الآن في البحر الأحمر، ما هي الإجراءات التي تترتب عليها؟ طبعا هناك الكثير من السلع التي سيتأثر المستهلكون، يعني الحاويات هي تنقل السلع الاستهلاكية بشكل كبير جدا، وبالتالي عدم وصولها إلى المصنع أو المستهلك في النهاية تكون عليه أضرار مباشرة، أضرار في مصنعه، أضرار في بيته، ولكن لا يمكن أن طبعا أن يحمل شركات الشحن أو حتى الموانئ هذه، لأنها صارت بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة الجميع. أيضا هناك حديث عن أنه قطاع نقل النفط والغاز وما يرتبط به سيكون من أكبر المتضررين مما يحدث الآن في البحر الأحمر، وهذه أيضا تحديثات يعني على التوقعات، هل توافق؟ طبعا إحنا إذا ننظر هذا في منظور آخر، كل السلع التي تمر عن طريق البحر الأحمر هي تربط الشرق والغرب، النفط والغاز، المواد الخام، المواد السائبة، مواد الحاويات، كل هذه في النهاية إذا قرر شركة الشحن أو الخط البحري تغيير الوجهة فطبعا راح يكون تأثير مباشر على المصدر وأيضا المستهلك. دكتور أحمد، أنا أشكرك على وجودك معنا في الاستوديو وعلى مشاركتك أيضا هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لك. إذن الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لموانئ أسياد، نشكر ضيفنا وأيضا نشكركم مشاهدينا على المتابعة، ابقوا معنا للمزيد في الساعة 2 بعد قليل.